مثلا يعني خلينا نوضح للمشاهدين. The patient في هالمرض is not the same patient. كل مريض يختلف. شنو العصب اللي اخترب؟ بالنسبة للمشكلات الجنسية مو عند الكل من حسن الحظ. بس شو هي المشاكل الجنسية اللي ممكن يعاني منها؟ فقدان الإحساس، الضعف، وهذه حالات نادرة جدا. إذا كان يعني إذا أتلف. طب إذا أتلف هذا العصب ما بي يعني ما بيرجع. هذا إمتى لانا؟ إمتى؟ خلي يعرفون. في المراحل الأخيرة خلاص، يعني إن مرض رفض ياخذ علاج، أهله ودوه حق القرايين. مع الأسف يا ناس لازم تعرفون إن لما أنا أودي ونعمة بكتاب الله وكلنا ما نستغنى عن الله في كل شيء، بس شو يصير الناس لما يودون حق المقرئ أو الشيخ أو مع الأسف يروحون حق مشعوذين، افتح هذا ساحرينه، هذا قارين عليه، هذا مسقينه، قاعد لقى روحه عمي، ما القرآن موجود نحن بنمسكه يعطي ظواهر المسحور فعلي. يعني أنا اليوم ما فيني شيء، أقعد ثاني يوم عمي عند أهلي، انسحرت صح؟ كذي تفكير الناس صاير، فهو كذي يعطيها الظواهر. طيب أنا بدي أسأل سؤال مهم، إنه أستاذ بدر، يعني المريض بالإم إس عنده حساسية شديدة من الحرارة، وخصوصاً إنه كمان موجود بدول الكويت، بدول الخليج، وكمان موجود بالكويت، في عنده حساسية تجاه الحرارة الزائدة؟ والله شوفي، أغلب المرضى عندهم حساسية من الحرارة، حتى دائماً نوعيهم في يعني المؤتمرات أو الأشياء هذه، نقول لهم يفضل الدولة أن تعطيكم إجازة فترة الصيف ويسافرونكم بدل الأدوية هذه. صحيح. يسافرونكم للخارج يعني ثمنها. لأنه في حساسية من الحرارة. تسبب لهم زيادة في الوعكة الصحية في الحرارة، وكذلك في البرودة الشديدة. يعني لا حرارة شديدة ولا برودة شديدة. لازم الإنسان. صارت إجازة كل السنة. إجازة تقريبا. لكن حرارة وبرودة كمان. يعني طيب احنا ضروري نطلع لفاصل مشاهدينا وراجعين، خليكم معنا. الأسطورة الرائدة في الموضة الراقية.